أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ف
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.